السلام عليكم طلبة سنة تانية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتورة هناء ابو شتيت. ان شاء الله اشرح لكم في الفيديو ده سلايد الرينال موديول. اول سلايد معانا البابيلاري ترانزيشنال سكر سينوما في اليورينري بلادر، وبعد كده في تو سلايدز في الكيدني نانيوبلاستيك ليجنز اكيوت ديفيوز جلوميرولار نيفرايتس وكرونيك جلوميرولار نيفرايتس. الجزء الثاني هيبقى في النيوبلاستيك ليجنز اللي هم الرينال تيومرز، هتبقى في فيديو تاني. هنبدأ بأول سلايد في اليورينري بلادر اللي هي بابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما في اليورينري بلادر، ودي الشريحة الوحيدة. البابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما بتبقى عاملة اكسوفيتك او ليفويد ماس، بتبقى طالعة من البلادر ايبيثيليوم او ترانزيشنال ايبيثيليوم بتاع اليورينري بلادر اللي بنسميه يوروثيليوم، وبتبقى بروجيكتنج ايه جوه البلادر كافيتي. بتتكون من ايه؟ بتتكون من اسمها بابيلاري، فبتتكون من مالجنانت بابيلي، بيبقى ليها كور رفيع وكفرد مالجنانت ترانزيشنال ايبيثيليوم من الناحيتين. ادي السهم اللي على الشمال مشاور على الترانزيشنال ايبيثيليوم بتاع اليورينري بلادر، هو هنا مالجنانت، والسهمين التانيين بتشاور على الكور بتاع البابيلي. في كذا بابيلي موجوده اللي هي شبه شكل الريشه، الحاجات اللي شكل الريشه دي كلها مالجنانت بابيلي، فينجر لايك بابيلي لايند بايه او كفرد بمالجنانت ترانزيشنال ايبيثيليوم. كبرنا هنا شويه علشان نشوف شكل المالجنانت ترانزيشنال ايبيثيليوم اللي عامل لايننج للبلادر ميوكوزا واللي عامل ايه كفرنج للبابيلي. بيبقى شكله ايه؟ بيبقى فيه اول حاجه لوس اوف بولاريتي. لوس اوف بولاريتي يعني الخلايا بتبقى مش مرتبه. تاني حاجه بتبقى فاريبل ان سايز اند شيب، بليومورفيك سيلز، النيوكليس بتاعتها بتبقى هايبر كروماتيك وبليومورفيك. كبرنا هنا اكتر، ادي الكور في النص، الكور بتاع البابيلي وكفرد بمالجنانت ترانزيشنال ايبيثيليوم من ناحيتين، والسيلز واضح انها ايه مش مرتبه، في لوس اوف بولاريتي وبليومورفيك وليها هايبر كروماتيك نيوكليوي، وفي بعض السيلز فيها برومننت نيوكليولاي. طيب الصور دي مركزه على شكل البابيلي. الشريحه اللي عندكم بيبقى فيها الوول بتاع البلادر كله، بلاقي فيه ماسلز بتاعه اليورينري بلادر موجوده، وبلاقي ان البابيلي دي بتبقى عامله انفلتريشن واصله لحد الماسلز. ده في الشريحه اللي عندكم. اول حاجه نبدا بالاكيوت ديفيوز جلوميرولار نيفرايتس. من اسمها ديفيوز يعني افكتنج اول جلوميرولاي، واكيوت اكيوت انفلاميشن. طيب مايكروسكوبيكالي انا بشوف ايه في الاكيوت ديفيوز جلوميرولار نيفرايتس؟ احنا عارفين ان الفانكشنال يونت بتاعه الكيدني هي النفرون اللي هو عباره عن ايه جلوميرولاي وتيوبيولز. فانا دلوقتي شايفه جلوميرولاي السهم الفيرتيكال مشاور عليها، وتيوبيولز حواليها الحاجات اللي ليها اليومن رفيع السهم الاير هورزونتال مشاور عليها. الجلوميرولاي بيحصل فيها ايه في الاكيوت ديفيوز جلوميرولار نيفرايتس؟ بتبقى هايبر سيلر انلارجد وهايبر سيلر، الخلايا اللي جواها زادت، ده نتيجه ان حصل بروليفريشن للاندوثيليال سيلز اللي عامله لايننج للجلوميرولار كابيلاريس، وبروليفريشن للميسانجيال سيلز، واكيوميليشن للاكيوت انفلاماتوري سيلز زي نيتروفيلز والمونوسايتس. ده يبقى اول حاجه، ودي اكتر حاجه كاركترستيك للاكيوت ديفيوز جلوميرولار نيفرايتس اللي هي ايه الهايبر سيلر جلوميرولاي. تاني حاجه التيوبولز اللي حوالين الجلوميرولاي بيحصل فيها كلاودي سويلنج او هيدروبيك ديجنريشن. انا لو هبص على اللايننج بتاع التيوبولز لما نكبر اكتر هتبان، هلاقي ان السيلز بقت سولن وليها فاكيوليتد او جرانولار سيتوبلازم علشان حصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. بالنسبه للانترستيشال تيشو بقى بين التيوبولز والجلوميرولاي بيبقى فيه ايديما، الخلفيه كلها بتبقى ايه ايديما، واكيد انفلاماتوري سيل انفلتريت. يبقى دول الثلاث حاجات اللي انا بعلق عليهم، بعلق على الجلوميرولاي وعلى التيوبولز وعلى الانترستيشال تيشو اللي بين الجلوميرولاي والتيوبولز. كبرنا شويه، السهم دلوقتي مشاور على الجلوميرولاي اللي هي بقت ايه بقت هايبر سيلر، وحواليها تيوبولز اللايننج بتاعها بقى فيها هيدروبيك ديجنريشن او كلاودي سويلنج، وبينهم هلاقي فيه انفلاماتوري سيلز موجوده في الانترستيشال تيشو. ادي السهم برضو مشاور على تيوبولز اللي حصل فيها ايه هيدروبيك ديجنريشن. نيجي بقى للكرونيك جلوميرولار نيفرايتس وازاي افرقها عن الاكيوت. هبص برضو على التشينجز اللي بتحصل في الجلوميرولاي والتيوبولز والانترستيشال تيشو. بالنسبه للجلوميرولاي ايه اللي بيحصل ليها في كرونيك جلوميرولار نيفرايتس؟
هلاقي ان الجلوميرولاي بيحصل فيها اتروفي وفايبروزس وهايلينوزس. ادي الاسهم الفيرتيكال مشاورة على الجلوميرولاي اللي حصل لها كده اتروفي وفايبروزس وهايلينوزس. طيب بالنسبة للتيوبيولز الاسهم الهوريزونتال هلاقي ان بعض التيوبيولز اللي فوق حصل فيها اتروفي برضو. بالنسبة للتيوبيولز في بعض التيوبيولز تحت حصل لها كومبنساتوري دايلاتيشن وبيبقى فيها هايلاين كوست. دي اكتر حاجه كاركترستيك للكرونيك جلوميرولونيفرايتس، ان انا بلاقي تيوبيولز كتيره موجود فيها هايلاين كوست لونه احمر، وده بنسميه ثايرودايزيشن لانها بتبقى شبه الثايرويد فوليكلز اللي بيبقى فيها كولويد برضو لونه احمر، فده بنسميها ثايرودايزيشن. طيب بالنسبه للانترستيشال تيشو حوالين الجلوميرولاي وتيوبيول كله فايبروزس، كل الخلفيه دي فايبروزس، لدرجة ان انا ممكن ما اعرفش اميز الجلوميرولاي من الانترستيشال تيشو حواليها بسبب ان الجلوميرولاي فيها فايبروزس والانترستيشال تيشو حواليها فيه فايبروزس. يبقى انا هنا اكتر حاجة مميزة في الكرونيك جلوميرولونيفرايتس شكل التيوبيولز اللي هي بتبقى دايليتد وفيها هايلاين كاست. ادي شكل الاسهم اهي بتشاور على الجلوميرولاي وحواليها في هلاقي فيه برضو سيك وولد فيسل، السهم اللي على اليمين هلاقي ايه بيشاور على سيك وولد فيسل، ده برضه نتيجه للكرونيك انفلاميشن. بيبقى الفيسلز الارتريولز بيبقى ليها سيك وول ونارو ليومن وحوالي الانترستيشال تيشو في فايبروزس وفي كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت، في نقط زرقاء كتير دي كلها ايه ليمفوسايتس، ده برضه تكبير اكتر. انجلوميرولس في النص حصل له فايبروزس وهايلينوزس وحواليه تيوبيولز حصل فيها ايه فيها اتروفي. ادي السهم مشاورة على الجلوميرولوس حسب باين جدا الفايبروزس حواليه اللي هو السهم الفيرتيكال، وسهم تاني هوريزونتال مشاورة على التيوبيولز اللي حصل فيها ايه هايلاين كوست. وادي شكل الجلوميرولوس اهو حواليه بيبقى فيه الكرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت، في تحت فيه ليمفوسايتس كتير وفوق كده فيه بلازما سيل موجودة. اجي اقارن بقى بين الاكيوت والكرونيك جلوميرولونيفرايتس. الأكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس اللي هي الصورة اللي على اليمين والكرونيك على الشمال، هقارن بينهم ثلاث حاجات. أول حاجة الجلوميرولاي في الأكيوت بتبقى هايبر سيلر، في الكرونيك بتبقى ايه أتروفيك وفايبروز وهايلينوز. بالنسبة للتيوبيولز هلاقي فيها في الأكيوت بتبقى فيها هيدروبيك ديجنريشن أو كلاودي سويلينج، في الكرونيك هلاقي إن بعضها فيه أتروفي وبعضها فيه دايلاتيشن كومبنساتيف دايلاتيشن وبيبقى فيها الهايلاين كوست اللي هو كاركترستيك ليها. الانترستيشيال تيشو في الاكيوت بيبقى فيه اديما واكيوت انفلاماتوري سيل انفلتريت، في الكرونيك بيبقى فيه فايبروزس وكرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت، وممكن الاقي سيك وولد ايه ارتريولز.